إذا كانت مساميتك منخفضة وإلى الآن تعانين في الترطيبة، أنصحك تشوفين هذا الفيديو الأخير. ومثل ما قلنا قبل، سواء كانت مساميتك منخفضة مرتفعة أو معتدلة، ممكن يكون فيها صفات من المساميتين المرتفعة أو المنخفضة، فأنصحك تشوفين هذا الفيديو وتشوفين فيديو الأسبوع الماضي الخاص بالمسامية المرتفعة. ويلا نبدأ الفيديو. من أكثر الأخطاء اللي يرتكبونها أصحاب المسامية المنخفضة هم إذا دخلوا عالم الشعر الكيرلي وعالم الكيرلي جيل ميثود، فهم يتحمسون ويبغون يجربون كل شيء في هذا العالم. وعلى الأغلب بعض هذه الأشياء ما تناسب شعرهم، مثل استخدام البروتين يعرفون أنه ممتاز للشعر التالف فيكثرون من استخدامه، أو استخدام جوز الهند وهو ما يناسب بعض أنواع المساميات المنخفضة، أو استخدام الكووش، أو استخدام خل التفاح. كثير من الأشياء اللي ما تناسب بعض أنواع المساميات المنخفضة فينجرفون فيها ويبدون يستخدمونها بكثرة، ويلاقون في الأخير أن هذا مو جالس يساعدهم ولا جالس يفيدهم، ويحسون أنهم في دوامة على الفاضي من العناية. أغلب الأشياء مين جالسة تنفع معاهم؟ فأنا راح أقول لكم إيش هي أربع أهم صفات في المسامية المنخفضة، وليش بعض هذه الممارسات ما تناسبها، وكيف ممكن أنت تتعاملين معها للوصول لأفضل نتيجة ممكنة من شعرك. من أهم صفات الشعر المنخفض المسامية هو أنه يأخذ وقت طويل عشان يتبلل، ويأخذ وقت طويل عشان ينشف، صعوبة ترطيبة، كثرة تراكم المنتجات عليه، كثرة تكون العقد في أطرافه أو single strand knots. بالنسبة للصفة الأولى، ما يتبلل بسرعة وما ينشف بسهولة. احنا قلنا قبل أن الشعر فيها طبقات خارجية، وهذه الطبقات الخارجية تحمي الطبقات الداخلية للشعر. في المسامية المنخفضة عادة هذه الطبقة الخارجية تكون متماسكة وقوية، على عكس المسامية المرتفعة اللي عادة تكون متكسرة وناقصة فيها هذه الطبقات. فإذا خلاص بللت شعرك وأخيرا تبلل بشكل كامل وحطيت منتجات التصفيف عليه من كريم ليفين جل وكل هذه الأشياء، يأخذ ساعات طويلة عشان ينشف. بعض أصحاب المسامية المنخفضة ممكن يأخذ 8 ساعات أو حتى أكثر عشان ينشف، بعضهم ممكن يأخذ يوم أو يومين كاملة بس عشان ينشف شعرها. وكلنا عارفين أن وجود الموية في الشعر لهذه الفترات الطويلة جدا جدا ضار للشعر وللفروة، ممكن يسبب التهابات للفروة، يسبب ضعف لبصيلة الشعر، فيؤدي بعدين إلى التساقط. فإيش الحل لهذه المشكلة؟ أول حل أنصحك فيه هو أنك بعد ما تخلصين ترطيب وتصفيف شعرك ما تخلينه ينشف بالحالة بالهواء. أنصحك تنشفينه بنفسك بأنك تستخدمين منشفة مايكروفايبر، لأنها جدا ممتازة في امتصاص الموية أفضل من التيشيرت القطني أو أي شيء ثاني. منشفة المايكروفايبر تاخذينها وتعصرين شعرك كذا فيها شوي شوي بعد ما تكوني صففتي وخلصتي، عشان يشيل أي موية زايدة، أي منتجات زايدة ممكن تعيق المدة تنشيف شعرك. وبعد كذا أنصحك أنك أنت تستخدمين الدفيوزر عشان تسرعين من عملية تنشيف شعرك. ثاني أهم صفة في المسامية المنخفضة هي سهولة تراكم المنتجات عليه. بسبب طبيعة مساميته المسكرة والمنخفضة هو ما يمتص المنتجات بسهولة، وحتى إذا امتصها فهو يمتص فقط اللي يكفيه والباقي يسويه زي الطبقة فوق الشعر. وهذا يفسر ليش بعض الممارسات المشهورة في عالم الكيرلي جيرل ما تناسبه، مثل استخدام طريقة LCO أو LOC اللي هي تحطين طبقات من الكريمات أو الليفنز أو الزيوت على شعرك، أو حتى استخدام الكووش. الكووش يعتبر منظف لطيف للشعر لكن قوامه يكون كريمي يميل للبلسم، يكون مرطب أكثر من أنه منظف. فكل هذه الممارسات ممكن تسبب زي الطبقات فوق شعرها أو التراكمات، وتؤدي إلى كثرة تكون الفليكس على الشعر. الفليكس هي مثل النقاط البيضاء على الشعر، تشبه القشرة لكنها مو قشرة، في فرق بينها وبين القشرة. فأنا راح أقول لك ثلاث أشياء تسوينها عشان تسيطرين على هذه المشكلة. أول شيء تغطية الشعر. المسامية المرتفعة بصفة عامة ممكن تحتاج أنها تنقي شعرها مرة بالشهر، لكن المسامية المنخفضة ممكن تحتاج أنها تنقي أكثر من مرة بالشهر. فأنا أنصحك تنقين شعرك أقل شيء مرتين بالشهر أو حسب حاجتك. إذا حسيت أن المنتجات بدأت تتراكم على شعرك أو بدأ يتكون هذا الفليكس أو أي شيء، على طول سوي تنقية. ممكن تستخدمين شامبوات خاصة للتنقية، مثل شامبو أفالون أورجانيكس بالليمون، هذا جدا جميل في تنقية الشعر. أو ممكن أنك تستخدمين الشامبوات اللي تحتوي على سولفيت لكن خالية من السيليكون لتنقية شعرك. لكن عني أنا شخصيا أفضل تتجنب بين السلفيت والدورين على المنظفات اللي أساسها منقي لكن خالية من السلفيت. النصيحة الثانية، وقت الشاور غسل شعرك بموية دافية جدا. اللي تسوي الموية الدافية هي انها تفتح مساميات شعرك، تذوب اي تراكمات وتنظف الشعر مرة كويس، تسمح لشعرك انه يستقبل اي منظف تحطينه بحيث انه يمتص كل التراكمات، اي زيوت اي زبدات اي كريمات كويس من مساميات شعرك. كمان انصحك اذا كان شعرك مرة كثيف انك تقسمين شعرك اثناء الشاور، سواء تقسمينه 4 أو 6 أو اكثر حسب حاجة شعرك، حسب كثافة شعرك، لانك اذا غسلتي شعرك هو قطعة
واحدة كذا وصبت الموية فوقها وهو ما شاء الله مرة كثيف، فالموية راح تلاقي صعوبة انها تتغلغل داخل شعرك، وبالتالي ما راح يوصل المنظف والموية لكل اجزاء شعرك وما راح يتنظف شعرك مرة كويس. نقطة ثالثة، انصحك تستخدمين منتجات تكون قوامها خفيف واساسها مائي، لانها راح تكون اسهل في انها تتغلغل داخل مسامية شعرك المغلقة. حاولي تتجنبي المنتجات الثقيلة زي الكريمات الثقيلة زي زبدات الشعر، مع ان بعض اصحاب المساميات المخفضة يفضلون هذا النوع من الكريمات، شيء طبيعي. مرة ثانية زي ما قلت لكم قبل، هذه قواعد عامة بس مو شرط تنطبق على كل البنات، البعض ممكن يناسبه شيء مختلف تماما. فإذا كان أنت مساميتك مخفضة وتحب المنتجات الثقيلة، بس احرصي على التنقية بشكل أكثر. من المنتجات اللي تكون خفيفة وسهلة على المسامية المخفضة أنها تمتصها هي الحليب، أي حليب للشعر، وكمان الليفنز اللي تكون على شكل بخاخ يكون قوامها خفيف، وكمان بعض الزيوت مثل زيت بذور العنب، زيت الجوجوبا، وزيت اللوز. فبصفة عامة احرصي أن منتجاتك تكون خفيفة عشان حتى لو سويتي طريقة الـ LCO أو الـ LOC ما يصير فيه تراكمات كبيرة. ثالث صفة في المسامية المنخفضة هي صعوبة ترطيبها، وهذا يعود لشدة انخفاض مساميته اللي تخلي فيه صعوبة أن المنتجات تدخل داخل الشعر. طب إيش الحل؟ الحل هنا هو أنك تساعدين ترفعين مساميته شوي بحيث أنها تقدر تستقبل الترطيب بشكل أفضل. فأول شيء لما تجين تستخدمين ماسكات الترطيب، ضروري 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 يكون في نوع من الحرارة أثناء استخدامك لها، ولا راح يروح كل وقتك وتعبك على الفاضي. في خيارات كثيرة مختلفة تساعد على إدخال الحرارة لشعرك بحيث تساعد رفع مساميته بدون ما تضره، مثل الكاب الحراري، أو كمان فيها الهود دراير أتوقع اسمه كذا، اللي تحطينه فوق شعرك كذا ويعطي حرارة، جدا جميل ويساعد إن الماسكات تخترق شعرك. أو إذا ما تقدرين توفرينها ممكن بكل سهولة تسوينها في البيت، تربطين شعرك بأي كيس، بعدين تاخذين الاستشوار ومن فوق تمررينه على شعرك بحيث توزعين الحرارة عليه. كمان إذا عندكم قبعات الصوف الشتوية، بعد ما تربطين شعرك بكيس وتوجهين حرارة الاستشوار عليه، تاخذين قبعة الصوف وتغطينه، هالحرارة راح تساعد كمان انها ترفع مساميتك شوي. ففي طرق منزلية كثير تقدرين توصلين لهذه النتيجة، لكن حاولي على المدى البعيد انك تستثمرين في الكاب الحراري او في الهود دراير. بعد كذا اثناء الشاور قلت لك افضل شيء تسوينه هو انك تستخدمين موية دافية بحيث تساعد على رفع مسامية شعرك، فانا افضل انك خلال هذا الوقت تصففين شعرك اثناء الشاور، يعني قبل ما تطلعين من الشاور خذي معك مصفف الشعر خاصة الليفن لان هو اللي راح يرطب شعرك، فتاخذين الليفن معك اثناء الشاور. بعد ما تخلصين شاور وشعرك دافي ومفتحة مساميته، تاخذين الليفن وتوزعينه على كامل شعرك. صدقيني بهذه الطريقة راح تلاحظين ترطيب مرة بطل، افضل من انك لما تطلعين من الشاور ويبدا شعرك يبرد وتتسكر مساميته، يصير صعب انه يستقبل الترطيب. كمان وانت تحطين الليفن حاولي تسوين زي السموذنس، يعني توزعينه وتضغط تسوين زي المساج للشعر وانت توزعين الليف ان او الكريم او اي مرطب انت تستخدمينه عشان تساعدين شعرك انه يمتصه ويدخله بشكل اكبر. وبعد ما تخلصين تحطين الليف ان وتوزعينه مرة كويس على شعرك، خذي الكاب من الكابات اللي تكون بلاستيكية وغطي شعرك فيها قبل تطلعين من الشاور. هذا الستيم او هذه الحرارة اللي تكون داخل الكاب راح تحافظ على مساميتك مرتفعة شوي بحيث انها تمتص اكبر قدر من المنتجات. خلاص الحين طلعت من الشاور، خلي الكاب شوي بشعرك عشان يمتص المرطبات بشكل افضل. بعد كذا ممكن تشيلينه وتضيفين اي شيء انت ممكن تبغين تضيفينه، موس او جيل او اللي تبين، راح تلاحظين ان شعرك راح يمتص الرطوبه بشكل مره اسهل بهذه الطريقه، وراح يبقى الرطوبه في شعرك فترات طويله، راح تدعي لي على هذه الطريقه. نقطه ثالثه، انصح تستخدمين منتجات يكون فيها هيوميكتنت. الهيوميكتنت هي جواذب الرطوبه، تسحب الرطوبه من الجو، تسحب الترطيب لشعرك، تخليه يبقى بشعرك، مثل الجلسرين ومثل العسل، وفي كثير مسميات لها راح احط لكم قائمه لها هنا، تاكدوا انها تكون في منتجاتكم. الاخر نصيحه في الترطيب راح تخص الريفرش او اعاده ترطيب شعرك خلال الاسبوع. عاده المسامية المنخفضه اذا رطبتيها مره كويس بالطريقه اللي قلت لهم مستقبله الترطيب، فهي تاخذ فتره طويله قبل ما تحتاج انك انت ترطبينها مره ثانيه. فكروا فيها مثل النبته اللي ما تحتاج ترطبينها كل شوي بالمويه، على عكس المسامية المرتفعه فكر فيها مثل النبته اللي تحتاج مويه بشكل مستمر. لكن اذا احتجتي تسوين ريفرش، فانا انصحك زي ما قلت لك قبل تستخدمين الليفنز البخاخ لانه يكون خفيف، او اذا ما عندك ممكن انت تسوينه بنفسك بحيث انك تاخذين بخاخ مويه تحطين فيه مويه وتزيدينه شوي ليف ان، ممكن تضيفين له زيوت خفيفه اذا حابه، وتخذينه كويس وتستخدمينه للريفرش. يفضل كمان المويه اللي تحطينها تكون دافيه، فاذا جيتي توزعين خليط الريفرش هذا على شعرك، المويه الدافيه راح تفتح مساميه شوي وتساعد الترطيب اللي من الليفن انه يدخل شعرك،
فراح يرطب شعرك بدون ما يسبب له بيلد اب او تراكمات. اخر صفه في المسامير المنخفضه هي سهوله تكون العقد الصغيره في اطراف الشعر او السنجل ستراند نوتس. طبعا هذه العقد تصير في كل انواع الشعر مو بس المسامير المنخفضه، ولكنها تزيد مع المسامير المنخفضه بسبب زياده مرونه هذا النوع من الشعر. طبعا كلنا عارفين ان مرونة الشعر شيء جيد، وكل ما زادت مرونة شعرك كل ما دل على صحتها، ولكن بسبب هذه المرونة الزايدة ممكن الشعرة تلتف حول نفسها وتنربط فتسبب لك هذه العقد الصغيرة في اطراف الشعر، وممكن كمان يكون بسبب تلف واسباب ثانية، لكن هذه اشهر اسبابها. اول شيء لازم تعرفون انه صعب تتخلصون من هذه المشكلة نهائيا، والافضل اصلا ما تسمونها مشكلة وتعتبرونها حاجة طبيعية زي طبيعة انه الشعر الكيرلي يتعقد بسهولة، فحاجة طبيعية تكون موجودة بالشعر المجعد الكيرلي، وكل ما زادت تجعيدته كل ما صار كيرلي اكثر، كل ما صار كينكي اكثر، كل ما زادت مرونته كل ما تعرضتي لهذه العقد. فانا اقول لا تركزين عليها كثير ولا تشيلين همها كثير، لانها مو دليل ابدا على ان الشعر غير صحي، لكن في اشياء ممكن تسوينها عشان تخففين منها وما تنتشر وتكثر في كل شعرك. اول شيء طبعا هو انك تقصين اطراف شعرك بانتظام. كمان انصحك تكثرين من تسريحات الحمايه، لان تسريحات الحمايه تحافظ على شعرك في حاله طويله او ممدوده، ما هي كيرلية او مرنة بحيث انها تبدأ تلف على نفسها، مثل الضفائر مثل التويست وغيرها كثير. كل ما كان شعرك في حالة ممدودة او ستريتش كل ما قل تكون هذه العقد في اطراف شعرك. كمان اكيد تحريك الشعر باستمرار مرة يمين ومرة يسار ورفع الشعر اناناسية بعدين تنزلينه مرة ثانية وتكرار هذا الشيء بصفة مستمرة خلال اليوم ممكن يسبب هذه العقد. كمان اخر شيء انصحك لما تفكين تشابك شعرك انك تفكينه بلطف وتستخدمين يدك اول شيء قبل ما تستخدمين اي فرشة ثانية اثناء هذه العمليه. فهذه اهم النصائح اللي ممكن اقدمها لك عشان تخففين منها، لكن اعرف انها جزء طبيعي من الشعر الكيرلي المرن الصحي، ولا تدل ابدا على ان شعرك غير صحي. بس يا بنات هذا كل شيء على المسامير المنخفضه. اذا كان عندك بعض من هذه الصفات اذكري لنا تحت في الكومنتس ايش هي اللي عندك وكيف انت قاعده تتعاملين معها وتعالجينها بنفسك. ممكن تفيدين غيرك من البنات بافكار ثانيه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطوني لايك ولا تنسون تضغطون زر الاشتراكات. احبكم واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.